بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا لهذا اليوم مساحة متوازي الأضلاع. فكرة الدرس أن أجد مساحة متوازي الأضلاع. المفردات لدينا القاعدة والارتفاع. بداية دعينا نرى شكل متوازي الأضلاع. شكل متوازي الأضلاع يحتوي على قاعدة وارتفاع. الارتفاع هو البعد بين القاعدة والضلع المقابل لها، هو البعد بين البعد بين القاعدة والضلع المقابل لها. شريطة أن يكون هنا مربع الزاوية القائمة. القاعدة يمكن أن تكون القاعدة أي ضلع من أضلاع المتوازي الأضلاع. القاعدة هي عبارة عن ممكن أن تكون أي ضلع من أضلاع متوازي الأضلاع. طيب، بداية سوف نأخذ التعبير اللفظي. مساحة متوازي الأضلاع هي ناتج ضرب طول أي قاعدة قاف في الارتفاع عين. تجيني واحدة تقول أستاذة ما الفرق بين القاف هنا والقاف في الدائرة؟ القاف في الدائرة قطر، وأما القاف هنا قاعدة. طيب، تعالي نبدأ أول تمرين. أوجدي مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه. لاحظي هنا نبدأ. أستاذة لا يوجد لدينا أرقام، ولكن هنا يوجد مربعات، وحدات مربعة. إذا نقول 1 2 3 4 5 6 7، إذا هنا 7 وحدات. أما في الارتفاع نقول 1 2 3 4 5، إذن هنا 5 وحدات. إذن مساحة متوازي الأضلاع هي 7 ضرب الارتفاع. طيب، إذا نقول القاعدة لدينا 7، في الارتفاع 5، إذا يكون ناتج 35 وحدة مربعة. وحدة مربعة، واضح؟ طيب، تعالوا نشوف التمرين الثاني. سؤال باء، أوجدي مساحة متوازي الأضلاع. القاعدة هنا هي عبارة عن 4 والارتفاع 16. الارتفاع 16، إذا نقول المساحة تساوي 4 ضرب 16، اللي هي القاعدة في الارتفاع أو الارتفاع في القاعدة. ضرب إبدالي فليس هنالك أي مشكلة. إذا نقول 4 في 16 سوف يكون ناتج 4 في 6 24، 4 في 1 4 و2 6، إذن 64 متر مربع، بما أنه طالب مساحة إذن هي عبارة عن وحدات مربعة. طيب، تعالي نشوف المثال تحقق من فهمك جيم. يقول السؤال، أوجدي صمم حمد إطار صورة كما في الشكل المجاور. أوجدي مساحة الصورة داخل الإطار. إذا سوف نقوم بإيجاد مساحة الصورة داخل الإطار. نقوم بعملية الضرب. نقول مساحة الصورة ميم تساوي القاعدة ضرب الارتفاع. القاعدة هنا لدينا 18.4، في الارتفاع اللي هو 11.7، الناتج سوف يكون 215.28 سنتيمتر مربع. سنتيمتر مربع، واضح؟ طيب، تعال نحل سؤال 2. أوجدي مساحة الشكل الذي أمامك. نقول مساحة تساوي القاعدة ضرب الارتفاع. القاعدة لدينا 10 والارتفاع 5، إذن 50 سنتيمتر مربع. إذن نتوقف هنا صغيرتي، نلتقي بإذن الله في درس جديد. إلى اللقاء.